موعظة من إمامنا الجواد عليه السلام في صناعة الإنسان. يعني استند على الصبر. إمامنا الجواد عليه السلام يقول اجعل وسادتك التي تستند عليها تعينك في النوائب في الشدائد الصبر. القرآن الكريم يقول ماكو جنة إذا ما تحقق في نفسك صبرا. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين صبروا؟ لا يمكن أن نسمي أنفسنا مؤمنين إذا ما نجعل شعارنا أن ننال الصبر القرآني. ثانياً اعتنق الفقر. سامعين يقولون فلان اعتنق الإسلام، فلان عانق أخاه. الإمام الجواد عليه السلام يقول لا تنفروا من الفقر. كل إحنا عندنا حالة نفور من الفقر، نبغض الفقر، نكره الفقر، نذم الفقر. فقر أنواع. لماذا هذا يفتقر؟ لأن الله يريد أن يرفع درجته. لماذا هذا يفتقر؟ لأن الله يريد أن يغفر بهذا الفقر ذنبا له. مو عيب. من كرمت عليه نفسه هانت عليه شهوته. لا تتصور إنسان مدموج ممزوج بالشهوات وهذا يوصل إلى مقام عند الله مرضي محبوب عند الله أو يدخل الجنة أو يحترم عند الله. مفتاح الشهوات، أقولها بصريح العبارة، مفتاح كل الشهوات شهوة النظر والله العظيم. إذا أنت تسرح بصرك مطلق العنان إلى وتريد إيمان، ماكو إيمان وماكو نور وجه. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. للمؤمنين، مؤمن تلتزم، بصرك ما غاض عما حرم الله وتريد توهم نفسك أنك مؤمن كذبت. أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه يقول أقسم صادقا ما نجا من نجا إلا بمعرفة نفسه، وما هلك من هلك إلا من تحت يده. لا تتوقع واحد دخل جهنم إذا مو باتباعه لهوى نفسه ولشهوات نفسه. في خلاف النفس رشدك، الإمام علي يقول عليه السلام خالف النفس. واحدة من مخاطر اتباع الهوى أنك ترضى عن نفسك أحيانا، كل ما تطيح كل شهواتها تلبيها فتبقى في حالة سبات، ترضى عن نفسك، راضى عن نفسك، ما تشوف عيوبك، تشوف بس عيوب الآخرين. أول خطوة في علاج النفس أن تحاسب نفسك. ثم يقول له واعلم أن الله يراك حيثما كنت، فانظر ماذا تصنع. الله يراقب، الله يطلع تبارك وتعالى، الله موجود. ألم تعلم بأن الله يرى كلمة هس من الأعماق تهز. الله يراك، الله يسمعك، الله تبارك وتعالى يسجل عليك. انظر كيف تتعلم.